هلو واضح، أنا يوسف صومة، عمري 22 سنة، أنا مصري لبناني، أخذت وبيت ببيروت، بتعلم بالجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا. من أنا وصغير كنت دايماً حس حالي different عن الأولاد التانيين بأكثر من نطاق، بس أكثر شيء كان حسه أو شوفه أو كان واضح هو لوني. كنت دايماً هيدا الصبي اللي أغمق من كل التلاميذ، كنت دايماً يكون موجود بالصف وكل التلاميذ يطلعوا فيه ويقولوا انت ليه اسود هالقد؟ لحد ما وصلت لمرحله صرت اجيب القمات او المحايه واقعد محي حالي بهدف اني شو صير افتح. It messes with you. يعني بصير صار مثلا انا كنت اقعد بالبيت بيني وبين حالي براسي اقعد افكر انه طب اذا هلا انا بمحي كثير بصير افتح they would love me. اخطر شيء انه يجرب يقتل حاله او يجرب يكره حاله، وانا وصلت لهالمرحله. بس الحمد لله ايماني بالله، وبرجع بقول لك امي هي كانت دائما تقول لي انه لا مش هيك الخبريه بتخلص. هيدي كانت اذا بدك اول ستيب لإلي لتزيد ثقتي بحالي بشكل من الاشكال. فهيدي كانت اذا بدك مش تيرنينج بوينت، بس كانت اول ستيب لصير انا عم شوف حالي غير. صار شغلي الاساسي هو عرض الازياء بطريقه سريعه، بعمل فيها مصاري مع جماعتي، وانا هيدا الشيء بحبه، برتاح قدام الكاميرا. بس وصلت لمرحله انه انا بدي اكون شخص مسموع مش منشاف. سو اذا بدك انا هلا بحب اكون ادفوكيت لهدول القصص، ودائما كل ما يكون في بلاتفورم اني اطلع احكي عن التنمر بطلع وبحكي وحضل احكي. كل العالم فيها تجمل حالها من برا، وهيدا صار المين جول تبع هيدا الجيل. يعني مستعده تدفع $30 لجيبي ابلكيشن تعملي فيها تيون لجسمك ووجهك او جسمك ووجهك، بس ما بتروح $30 عند سيكولوج تعالج العقد النفسي اللي عم تخليك تاذي العالم غيرك. تعلم ابنك يعطي حب للي حواليه او يعطي اهتمام للي حواليه، هذا شيء كثير اساسي وكي. سو مش ضروري انا ابني والله يتنمر عليه لابني يكون ضد التنمر. لازم انا ربي ابني بمبدا انه لما تشوف حدا عم ياذي حدا بيزد على شكله، دينه، لونه، بيته، دمعه، مصاري، شو الشوز تبعه، طلع فيه، ودائما يكون عندك تركيز انه اهم شيء بالشخص اللي بوجهك هو قلبه.